والثقافة والإعلام وبالتعاون مع نقابة الصحفيين فرع بابل ملتقى تكريمي للإعلامية هيفاء الحسيني لاختيارها كأفضل شخصية إعلامية لعام 2012. الله! هلا بهيفاء الحسيني! هلا بالجميلة المتألقة! اليوم نورة الحلة! بداية نرحب بينبوع العطاء ورمز المحبة والسلام والأميرة كما يحب البعض أن يسميها لتألقها وإبداعها الإعلامية هيفاء الحسيني المحترمة، كما نرحب بالنائب الدكتور هيثم رمضان الجبوري، ونرحب بالسيد سهيل عضو مجلس محافظة بابل، كما نرحب بالعميد كاظم صلال مدير شؤون السيطرات، والعقيد كريم السعيدي قائد قوات العقرب، ونرحب بالأستاذ حيدر الجبوري مدير مكتب كفاءات العراق، والأستاذ ميثم الجبوري مستشار مكتب النائب هيثم رمضان الجبوري، كما نرحب بالسيد فراس الحربي مدير مؤسسة أقلام الثقافية للإعلام، ونرحب بأمين عام وأعضاء مؤسسة الجواهري ومديرها التنفيذي الأستاذ أثير الطائي. أرحب بكم حضوري الكريم ممن يشاركنا هذا الملتقى للاحتفاء بالمتألقة دوما هيفاء الحسيني، وتعتبر هذه المبادرة رافدا ثقافيا وإنسانيا، فالاحتفاء برموزنا الإبداعية ظاهرة حضارية تجسد صورة الوفاء والمحبة بين العراقيين. ليجعل الله تبارك وتعالى واجهتنا الثقافية لها دور في بناء العراق الديمقراطي الموحد. صلاح اللبار رئيس جمعية الرواد الثقافية المستقلة. كلمة مؤسسة الجواهري للثقافة والإعلام يلقيها الأستاذ أثير الطائي المدير التنفيذي لمؤسسة الجواهري للثقافة والإعلام مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها السيدات والسادة، أحييكم وأبارك لكم هذا الملتقى التكريمي الذي يقام في بابل الحب والسلام والثقافة والجمال لنحتفل بالمبدعين من المثقفين والمفكرين وأدباء والصحفيين الذين من حقهم أن نقف أمامهم بإجلال وإكرام واحترام، لأنهم استمروا في عطائهم وما زالوا من أجل شموخ هذا العراق العظيم. هنا بابل وبرعاية ولدها البار النائب الدكتور هيثم الجبوري عضو مجلس النواب العراقي المحترم راعي الثقافة والأدب البابلي، وهي تستقبل الإعلامية والأديبة الممتعة والكاتبة هيفاء الحسيني المحترمة بمؤسستها الجواهري للثقافة والإعلام، وبحضور أدبائها ومثقفيها الأعزاء من أهالي بابل وشيوخ العشائر والوجهاء، زهوا للنفوس لتلتقي سواعد مودة وتتشابك الأيدي فرحا بقدومها أختا عزيزة على بابل، بل هي من أهل الدار وليس ضيفة. أخوة الأعزاء، نحتفي هذا اليوم باختيارها الإعلامية هيفاء الحسيني كأفضل شخصية إعلامية لهذا الموسم عبر استبيان استفتائي.
نرحب بالأستاذ شامل منصور عضو مجلس محافظة واسط، والذي بدوره يتقدم بشكر وتقدير الدكتور المهندس هيثم رمضان الجبوري على دعوته الكريمة، وتهنئة للإعلامية هيفاء الحسيني لاختيارها كأفضل إعلامية. كما يتقدم كادر قناة الفيحاء مكتب بابل بالتهنئة للإعلامية هيفاء الحسيني على جهودها الكبيرة، والتي أثمرت عن تكريم متميز لها لتكون رمزا من الرموز الإعلامية. يتفضل راعي هذا الملتقى الدكتور هيثم رمضان الجبوري لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة المرأة العراقية لها خصوصية تختلف فيها بكثير من الصفات إذا ما قورنت بالمرأة حتى في الدول المجاورة. والإعلام في العراق أيضاً اليوم أصبح سلطة رابعة، بل أبعد من ذلك أصبح سلطة السلطات، وأصبح مرآة عاكسة لهموم الناس، وأصبح رسالة واضحة ونبض ما يريده الشعب العراقي من السياسيين ومن غير السياسيين. فكيف إذا اجتمعت تلك الخصلتين، خصلة الإعلام وخصلة الأنوثة، في شخص واحد وفي كائن واحد بإنسانية عالية وبإبداع وتألق، وهذا الكائن هو اليوم حل ضيفا عزيزا على أرض بابل، أرض التاريخ، أرض الثقافة، أرض الإبداع. هذه الإعلامية التي طالما ما سمعنا عن إنسانيتها قبل أن نسمع عن حنكتها الإعلامية، وكانت سفيرة للنوايا الحسنة وسفيرة للإنسانية جمعاء، مثلت في العراق خير تمثيل، نقلت هموم هذا الشعب، هموم كل الشرائح، لم تقتصر على طائفة ولم تقتصر على قومية، فكانت لا تميز. وأنا الآن لا أعرف هل هي بنت الشمال أو بنت الجنوب أو بنت الوسط، نشرب بها. فهذه الصفات جميعا عندما تجتمع في امرأة واحدة، فمن المؤكد أن تكون هذه الامرأة رائعة، ومن المؤكد أن نتشرف نحن كأعضاء مجلس النواب ممثلين عن هذه المحافظة المعطاة ولنا الشرف في تمثيلها، بأن نحتضن هكذا كوادر وهكذا نخب وهكذا كفاءات في أرض بابل، بحضور مثقفين وشيوخ ووجهاء وسادة مسؤولين في هذه المحافظة وفي هذه المناسبة بالذات لتكريم هذه الإعلامية. حقيقة فرحت كثيرا بنشاط مؤسسة الجواهر للثقافة والإعلام التي عودتنا دائما على هكذا مبادرات رائعة، وكان لي الشرف أن أكون راعيا لهذا الاحتفال. وعندما كلمني الأخ أثير الطائي الذي هو يعني دائما معطاء ودائما متألق ب نتيجة الاستفتاء وما وصل إليه الاستفتاء، ومن الضروري بأن نكرم الإعلامية المتألقة هيفاء الحسيني، حقيقة تابني شعور وشعور رائع جدا أحسست به بأنه بنت العراق، هذه السفيرة التي نقلت همومنا ونقلت معاناتنا، وكانت نقاة حقيقية لما أحسه الشعب العراقي وما مر به الشعب العراقي أن نلتقي بها على أرض بابل. حقيقة كل التقدير وكل المحبة وكل الاحترام للإعلامية هيفاء الحسيني، وكل الشكر والتقدير لمؤسسة الجواهري ونقابة الصحفيين في محافظة بابل، ولكل من أسهم بهذه المبادرة حتى نعطي رسالة للعالم أجمع على أنه العراق وصورة العراق هي ليست الصورة المأساوية التي تنقل عنه دائما، وليست الصورة الدموية التي للأسف أصبحت رديفاً لكلمة العراق، إنما العراق هو عراق الإبداع، عراق التألق، عراق الإعلام. هذه المرأة التي حقيقة يعني كان في وقت قريب جداً لا تعطى دور لا في الحياة السياسية ولا في الدور الإعلامي،
في فترة قصيرة لم تتعدى 9 سنوات أو 8 سنوات وصلت إلى هذه المراحل. فالمرأة العراقية رائعة، والإعلاميات العراقيات، وأنا من حسن الصدف يعني البارحة كان عندي احتفال أيضا في نادي الصيد لافتتاح منتدى الإعلامي، منتدى الصحفيات، صحفيات بلا حدود. بفضل الله هذه التسميات بدأت تتردد، كاتبات، صحفيات، مبدعات. إن شاء الله دائما نسمع هذه تاء التأنيب التي دائما ما تطمئننا على أن المرأة العراقية بخير. فحقيقة نأمل يعني أن نكون غير مقصرين بهذا الاحتفال، ونعتذر عن أي تقصير إذا كنا مقصرين. مع السحيفة وبيوفنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة نقابة الصحفيين العراقيين فرع بابل يلقيها الصحفي محمد علي ناصر. السلام عليكم الحضور الأعزاء. من دواعي الفخر أن نلتقي اليوم هنا على أرض بابل، مدينة الحل والأدب والفنون والقانون والقوة والحب. وباسم صحفيي وإعلامي بابل ونقابة الصحفيين في محافظة بابل، نبارك هذا الاحتفاء المبارك الذي يقام برعاية النائب الدكتور هيثم الجبوري. وما هذه الالتفاتة إلا حافز طيب ومشجع لكل الصحفيين والإعلاميين من أجل أن يواصلوا عطاءهم ويتواصلوا عشقا مع صاحبة الجلالة وصاحبة الحقيقة، حيث نجد اليوم أن الصحفيين والإعلاميين وعلى اختلاف وسائلهم المسموعة والمقروءة والمرئية يتواصلون من أجل نقل الحقيقة ومن أجل أن يتحملون مسؤولية أن يكونوا فعلا السلطة الرابعة. وهذا الاحتفاء الذي يأتي تكريما وبرعاية الدكتور النائب هيثم الجبوري للفاضلة العراقية المبدعة هيفاء الحسيني، إنما يحمل معان طيبة وعميقة، كون إننا اليوم نحتفي بعراقية أجادت أن تسهم في مسيرة العطاء الصحفي والإعلامي، وليس في العراق، وإنما أجادت وأحسنت وأجملت وأعطت من خلال تواجدها خارج البلاد، خارج العراق، بحيث استطاعت أن ترسم الصورة الحقيقية للإنسان العراقي، وجسدت أيضا صورة المستقبل لعراقنا ولمستقبلنا ولتطلعاتنا وآمالنا. جميل جدا أن نحتفي بهذه الإعلامية العراقية الأصيلة التي عرفناها عن كثب، رغم أنها بعيدة عنا، ولكننا كنا ومن خلال فضائية قناة الفيحاء كنا نتابع أعمال ومنجز هذه الإعلامية الشابة الجميلة. نتمنى أن تتواصل بهذا العطاء
ويتواصل شكرنا أيضا إلى مؤسسة الجواهر للثقافة والإعلام التي استطاعت أن تنجز هذا الاستبيان لأفضل شخصية إعلامية عراقية، وهذا عمل طيب أيضا، وكانت الأرقام تشير أن أفضل شخصية إعلامية عراقية هي الفاضلة الإعلامية هيفاء الحسيني. شكرا لحضورها، وشكرا لكم أحبتي باسمي صحفي محافظة بابل وإعلاميها، ونتمنى أن يتواصل هذا التكريم لكل مبدعي محافظتنا رجالا ونساء وفي كافة القطاعات، ليس في الإعلام وليس في الصحافة. نتمنى أن نعطي لكل مبدع حقه في التكريم، وألف شكر والسلام عليكم. النجاح مسؤولية، نعم النجاح مسؤولية ومسؤولية كبيرة. هذا ما حاولت أن تثبته الإعلامية هيفاء الحسيني في كل عمل قامت به، فكان مبدعاً وخلاقاً من أجل العالم. من هنا كان لابد لنا أن نقف وقفة شكر وثناء لكل ما أبدعت وحاولت وأرقت بما تملك من مواهب منحها الله سبحانه وتعالى، توجيهاً لشقيقاتها الإعلاميات وغير الإعلاميات في العراق، حتى جاء وقت الحصاد وجل الثمار وحازت على لقب أفضل إعلامية لعام 2012 في العراق. إذن كل التمحيب وكل الإبداع إن شاء الله والتقدم والتميز للإعلامية حيث حجزت لها مكاناً بين المبدعين والمتميزين بعطائها، فلنسمع من فمها من حنجرتها الذهبية سيرتها الذاتية ولو بشكل مبسط. بالطبع بالبداية أشكر كل الحاضرين، أشكر أيضاً النائب هيفاء الجبوري، أيضاً راعي الدعوة السيد كثير الطائي، أشكر بابل الحضارة وبابل التاريخ، الناس اللي موجودين الطيبين هنا ويانا. وطبعا جدا سعيدة هذا اليوم، وأكيد شوية مربوكة يعني عندي إحراج يعني من هذا الاحتفال والناس الطيبين اللي موجودين. أحب إنه شوية سامحوني إذا يعني الدمعة بعيني من الفرحة إنه أنا موجودة وياكم، موجودة ببابل. كنت جدا متخوفة إنه أصل بابل يعني هذا اليوم، لكن الحمد لله إنه شاهدت بابل السلام، بابل الحضارة، بابل الأمان. هذا اليوم سعيدة إنه أكون وياكم. أحب شوية أعرف عن نفسي، أنا هيفاء الحسيني، والدي الكاتب والدكتور علي الحسيني من النجف الأشرف من مدينة الحويش بالنجف، والدتي الأستاذة الدكتورة بتول الحمداني من محافظة نينوى من الموصل الحرباء، من أم صلاوية وأب نجفي، وأحمل العراق قلبي وبعيوني. عملت كأول امرأة في تاريخ العراق رأست تحرير صحيفة المسار، كانت أول امرأة، كتبوا علي كثير في الجامعات والبحوث اللي قدمت إنه هيفاء الحسيني دخلت التاريخ كون أول امرأة في تاريخ العراق تدرس تحرير صحيفة في مدينة الموصل، هذه المدينة اللي كانت تقع بها المرأة تحت المطرقة والسندان، مطرقة العادات والتقاليد وسندانة الإرهاب. يعني عانت الموصل من الإرهاب وعملنا بها في أوقات صعبة جداً. أيضاً عملت في منظمات عالمية، يمكن الناس تعرف هيفاء الحسيني الإعلامية لكن ما حد ما يعرف أعمال هيفاء الحسيني الإنسانية. أنا عملت في منظمة جمعية، منظمة المرأة والأسرة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وأيضاً عملت مع الهلال الأحمر، وعملت مع مؤسسات إنسانية، منظمات عالمية كبيرة خارج العراق وداخل العراق. أيضاً هذا اليوم سعيدة أنه مؤسسة الجواهري، هذه المؤسسة الكبيرة، أنه تختارني كأفضل إعلامية، لكن أنه أحب أهالي بابل يتعرفون على هيفاء الحسيني أعمال الإنسانية وشنو تقوم به بعيداً عن الإعلام. يعني إذا تسمحوا لي أتكلم عن هذا الموضوع،
أنا أعمل في المنظمة العالمية للأمم المتحدة، أمثل هذه المنظمة الكبيرة، وجيت للعراق قبل 4 أشهر، جبت 7 مليون دولار لمساعدة المنظمات اللي موجودة تعمل داخل العراق، لكن مع الأسف يعني اتفاجأت بأن هناك منظمات وهمية، فقدرنا نصرف هذا المبلغ، لكن بالحصيلة إن طلعنا كل شيء ما قدرنا نعمل داخل العراق، يعني كانت أغلب المنظمات وهمية. قبل شهرين أخذنا 100 حالة أمراض السرطان إلى أمريكا للعلاج في أمريكا، لكن هم لسوء الحظ تفاجأنا بعد ما وصلوا 100 حالة إلى أمريكا، 30 شخص من 100 حالة طلع لا يوجد بهم أمراض السرطان، هذه كانت كارثة أكبر يعني إلي وخيبة أمل. الآن عندي بعد شهرين عندي مشروع ناخذ 200 حالة من ضحايا الإرهاب. فأتمنى أنه إذا موجودين منظمات المجتمع المدني حاضرين معنا أو سيد النائب أو أعضاء مجلس المحافظة أنه نتعاون حتى نقدر أنه نساعد العراق ونساعد بالتحديد محافظة بابل حتى يقدرون يحصلون على علاج خارج العراق ومن المنظمة العالمية اللي موجودة في أمريكا وبالتحديد في نيويورك. طبعا تحدثتي انت عن مجموعه من الحقائق كنت تحمليها بمجيئك للعراق من خلال عملك وايضا من خلال الامور اللي قدمتيها وحاولتي ان تقدميها من خلال المؤسسات الخيريه او الجهه الخيريه اللي انت تعملين لصالحها، لكن الان امامنا كثير من الحالات في العراق ليس فقط السرطان وليس فقط حتى مساله موضوع الارهاب، هل هناك مع شعورك بالخيبة والفشل لأنه وجود حالات كانت وهمية، هل هناك مشاريع مستقبلية بهذا الصدد أم أنه الخيبة والمشاريع الفاشلة هي التي أرجع فيها؟ أيضا أتمنى من الحضور الكريم إذا هناك أي شخص يحب يتداخل مع الإعلامية هيفاء الحسيني في مجموعة من الأسئلة أكيد أنا راح أطلب من عندكم تسألوها حتى هي جاوبكم بنفسها. نعم أكيد أنا هذا اليوم موجودة هنا في بغداد وبالعراق، موضوع جيتي هو موضوع أنه ناخذ 200 حالة من أمراض من ضحايا الإرهاب وأيضا الأمراض اللي عانوا بسبب الإرهاب، أكيد ما راح تكون عندي خيبة أمل، بالعكس عندي إصرار أنه أواصل وأعمل، لكن عندي إصرار أنه تتعاون معي المنظمات اللي موجودة هنا، الشخصيات السياسية، نحب نخدم بلدنا، نحب نخدم ناسنا. بس نقطة واحدة أحب أضيفها، يعني أنا عملت بالعراق سنين طويلة، لكن كل عمل كنت أعمله داخل العراق ينحسب هذا العمل، أنه هيفاء الحسيني شوية جميلة، شوية عندها علاقات، فهي لهذا ناجحة. من وصلت الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تحسب للجمال أهمية ولا أن هذا مرأة أو رجل، فقدرت أنه أحقق نجاحات كلش كبيرة وحصلت قبل 4 أشهر على لقب حمامة السلام من الأمم المتحدة من هيفاء الحسيني. ثاني شغلة حصلت إلى لقب أفضل ناشطة في حقوق الإنسان من منظمة أمريكية كبيرة جداً، هذا النجاح اللي حققته في العالم الأمريكي، وأنتم تعرفون أنه صعب جداً أنه الشخص ينجح في عالم غربي غريب عن اللغة والعادات والتقاليد والإبداع، فهو أكيد يحقق بصمة جداً إيجابية. اختارتني المنظمة العالمية أنه أكون ممثلة عنها، هذه المنظمة العالمية هي من أكبر المنظمات اللي موجودة في أمريكا ولها فروع في كل العالم، كان اختياري أنه أكون في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن بعد التغيير اللي حدث بالمنطقة، لكن أنا أصليت أنه أكون ممثلة هذه المنظمة بالعراق. كان نقاش حاد معي أنه هذه العراق منتهى الإرهاب، الوضع الأمني جيد، أمريكا انسحبت من العراق، أنت عملك ما راح يخدم ناس مثل ما يخدم المنطقة اللي بيها تغييرات، سوريا وأيضا أفغانستان وليبيا، فقلت أنه أمريكا سببت كثير من الدمار للشخصية العراقية والأمراض
والخراب. علينا أن نخصص ميزانية للعراق، فقدرت بجهود ذاتية أن أحصل ميزانية لبلد العراق. ففي لقاء معي بالبي بي سي، تحدثوا معي، كان أيضا في نيويورك بالمنظمة، تحدثت هيفال حسيني ليش ما تعمل بالعراق؟ قلت يمكن أكون أعمل بالعراق لكن ما يكون دوري مثل ما أكون في أمريكا وأقدر أخدم بلدي من خلال تواجدي هناك. هذا اليوم أنا مصرة أن نتعاون حتى نخدم بلدنا. عندنا 200 حالة ضحايا الإرهاب، عندنا بعدها 200 حالة أمراض الثلاسيميا، عندنا بعدها يعني تواصل كبير، وعندنا أيضا دعم ميزانية كبيرة. لكن أنا أحتاج أنه أنتم تساعدوني حتى أنا أتعرف على المنظمات، أتعرف على الناس اللي تقدر تخدمني حتى نتوصل. أخذنا 100 حالة أمراض السرطان، اللي يعلمني أنه مدينة محافظة بابل تاريخ الحضارة فقط شخص واحد حصل على المنحنى أنه يطلع لنك ويتعالج، مع العلم أنه يمكن أتوقع أنا أنه يمكن يوجد 1000 شخص أو أكثر بها أمراض السرطان. فإذا نتعاون نقدر نحن نساعد حتى نخدم العراق ونخدم المرضى اللي يستحقون بالفعل أنه يطلعون ويتعالجون وايضا تكون اسماء حقيقيه. ايضا تحدثتي عن موضوع الجمال وكيف يتم اختيار الاعلاميه في العراق على اساس عده معاملات، بينما في الخارج او في امريكا او في اي دوله اوروبيه اخرى يكون المقياس شيء اخر وهو هذا المقياس الحقيقي. الان احب ان تتحدثي لي عن الدوله الاعلاميه في العراق، أو ما تلاحظي أنت يعني من النظرة، تحسن النظرة للمرأة الإعلامية أو للمرأة العامة ليس فقط في مجال الإعلام من خلال حصولك على أفضل لقب لإعلامية في عام 2012 وهذا التكريم وهذا المرتقى، هل تجدي أن النظرة للإعلامية أو للمرأة تحسنت عن السابق؟ بالطبع النظرة الموجودة، إذا نتكلم عن الإعلام بصورة عامة وبعدين نتحدث عن الإعلاميات، النظرة اللي موجودة، أنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأعيش بالتحديد في العاصمة واشنطن دي سي، أنا أشوف الإعلام اللي موجود بالعراق يمكن ما موجود عندنا في أمريكا، والحرية اللي موجودة بالعراق يمكن ما موجودة عندنا في أمريكا، وتعدد الأحزاب والفضائيات والرؤى وفضائيات تجارية، فضائيات سياسية، فضائيات معارضة، أيضا هناك حرية للإعلاميات أن تعمل، مجال واسع ومفتوح جدا. انا عملت في اصعب الظروف عام 2003، والدي استشهد واختي واخي وزوج اختي في مدينه الموصل بال 2009، عانينا الارهاب، عانينا الظروف الصعبه اللي مر بها البلد، لكن اتوقع انه الان في ظل الحرية والديمقراطية والأمان اللي موجود الآن، أتوقع أنه عراقيين الخارج ما زالوا عراقيين. يعني أنا أقول لكم في حادثة كلش مهمة، عندنا دكتور نشأت هو صار له 60 سنة في أمريكا، وهو عالم من علماء أمريكا، وهو يعمل في مستشار في وزارة الصحة الأمريكية. دكتور نشأت اخترع دواء للسرطان، هذا الدواء بعد 5 سنين ما يصل اوروبا، موجود في امريكا، من ناخذ حالات من العراق الى امريكا يتعالجون المرضى. يعني المريض بالعراق يتعالج بتقدم 20 سنه، هذا ما موجود بالعالم. تتبرع دكتور نشأت بعيدا عن المنظمات انه يعالج كل سنه 10 حالات عراقيه على حسابه بالمستشفى له. ايضا نحن نحب انه نتعاون مع جهه محدده حتى ناخذ هذه 10 حالات كل سنه تتعالج امراض السرطان. ايضا هناك دكتور عبد الله في نيويورك، صاحب اكبر مستشفى في نيويورك للامراض، ايضا اتبرع انه يعالج امراض للعراقيين على نفقته الخاصه وبالمستشفى معه، لكن ماكو هناك استجابه. واريد احكي في الطرفه كلش بسيطه، في يوم طلعوا الفيحاء برنامج عن شخص يحتاج العلاج خارج العراق، فدكتور عبد الله شاف الحاله، اخذ التليفون، اتصلنا بالقناه، اخذنا رقم المريض اللي يحتاج، فاتصل بي الدكتور، فاول ما اتصل بي قال له اني دكتور عبد الله، قال له ما تروح، شنو مخابرني هسه؟ اني نايب،
لا تحاولي هسه، فماكو تعاون يعني. فاجى اتصل بي الدكتور قال لي ست هيفاء هذا هيجي قال لي، وقال اني بعد لا تخابرني وانت زعجتني. قلت هذا ما يعرف، ما صدق انه بالفعل اكو عراقي راح يساعده ويطلعه لامريكا ويعالجه على حسابه. بس اريد انقل رساله كلش مهمه، انه العراقيين اللي بالخارج يمكن عراقيين يعني اكثر ما تتصورون، واكيد انا من خلال برنامجي والتقاء بعدد كبير من الشخصيات العراقيه الامريكيه يحاولون انه يساعدون العراقيين ويتواصلون وياهم، واتمنى اكون انا حلقه التواصل بينكم وبينهم بمساعده العراق ومساعده المرضى. طبعا الان نفتح باب السؤال لكل الحضور، للي يحب يسال الست هيفاء الحسيني اكيد خليه يتفضل. نحن نشكر هيفاء الحسيني بعيد عن جماعه العراقيه، وهذا يزيد اكيد من محبتها للناس، ولكن هو جمال الانسان، جمال الروح، جمال الاخر، والحمد لله استفدت من زيادة هذه الجمالية. وأنا الحالات اللي ذكرت فيها حضرتك مع الأسف، يعني أغلب المنظمات اللي تدخل من الخارج تتعامل مع منظمات وهمية، منظمات يعني عايشة على الكسب الحرام، عايشة على خداع الأسف. وللأسف هذه المنظمات هي دائما تأخذ حصة الأسف من كل الحصص المالية سواء كانت المعنوية هذا المنظمات، يعني مثلا الجمعات الرباعية لا تزال والله لا تزال منظمات سنية مثل 100 ملوظة، لكن العافية الحقيقية على أرض الواقع ما تتعدى 10 ملوظات. لذلك محافظة بابل غير المحافظة خلال مكاسب خلال اخوان السادة النوار السادة المسؤولين الآخرين نستطيع أن نتحدث بالمنظمات الحقيقية في المحافظات إلى وجود ولبدون ولأعمال حتى نستطيع أن نعمل. المنظمات إن شاء الله رصينة موجودة، وأعتقد أنهم إن شاء الله الوصول إلى دور صعب خلال علاقاتنا وخلال ما نتكلم إن شاء الله خدمة الناس وتحالف ونعمة لله سبحانه وتعالى أن نحنها نقدر نوصل هذه البيئة السعادة اللي لا تتحالف في الحلقة. ما راح ما في شيء اصلا. حقيقه ما نسمع هذه الحالات. لما كل انسان مره واثنين وعشره يكون دواء كيمياء ويقله وبعدين يطلع كل شيء ما في هذا الانسان، هذا يصير خطا طبي او خطا نتيجه انفصال طبي ومستمرين معينه. ولكن انت نجحتي نجاح كبير، لو كان من دول المدينه واحد تفضل من المصلحه يكبر وهذا نجاح كبير. هذا من باب الباب الاخر الحقيقه ظاهر طيب. القضية الأخرى اليوم العراق العملية السياسية في العراق تتعرض إلى هجمة شرسة جدا، وللأسف إحنا ما عندنا هيفاء الحسيني كل ولاية من الولايات على كل دولة من دول أوروبا حتى هي تكون أمام السلام وخدمة المال ما تلاحمة وشاهدة وتحسة وتعيشة في داخل العراق من حرية تعبير ومن حرية مدي ومن عملية سياسية مبنية على انتخابات حقيقية. والآن الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات هي مشكلة لسلطة الشعب ما مشكلة للسلطة. واعتقد كنا رائدين في العراق على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى المناطق العربية على أن نكون الأوائل في هذه القضية. هذه الهجمة الشرسة تحتاج هذا الصوت الإعلامي من يصل خلال علاقاتكم، خلال تواجدكم، خلال ندواتكم، ان اعلاميين مبدعين، استراتيجيه اعلاميه معروفه. اهم شيء استراتيجيه هي تصنع الشخصيات، مو الشخصيات. يعني بالعكس اليوم احنا نحتاج ان نصنع لوبي خارج. هذا اللوبي يا ريت حضرتك بكفاءتك وبوجودك في مناطق
حاولين ان تصنعون هذا اللوم. اللي انت الحقيقه احنا ما نريدكم تدعموا الحكومه فقط الحكومه، لا، تكلموا علينا اذا احنا بينا المشكله. كلوا مراه حقيقيه لما يحصل من الشعب العراقي ولما يحصل من بعض السياسيين مع الاسف اللي الان هم يدورون على الدول والموجودين في دوله لين يصيرون صوره غير حقيقيه عن الشعب ولا عن الحكومه وعن المسلمين. هذا اليوم الخبرات اللي موجوده احنا نطلع من الاستراتيجيه. هاي استراتيجية احنا مستعدين ما ندعمها حتى الفنون الاعلامية عندنا، لا هم اعلاميين بالعراق. فلذلك ان شاء الله باحث على هذا الموضوع، وهذا موضوع مهم جدا. اكثر من 50 مرة انا متكلم وياك فيه شخصيا مع دولة الوزراء، وهو مهتم جدا بهذا الموضوع. فما قلت اشارك ما تكلم فيه، قلت يعني ما انا مثل لا المالكي ولا الحلاوي ولا العراقية ولا دولة القانون، متمثلين ان شاء الله كل العراق. ان شاء الله شكرا جزيلا استاذ هيثم، وان شاء الله العراق دائما باعناقنا ودائما ان شاء الله وين ما نروح يكون العراق قدام عيوننا. اذا شكرا للدكتور هيثم الجبوري، وكلمه اخيره قبل ان ننتقل الى توزيع الشهادات التقديريه والدروع والجوائز. هذا اليوم اكيد سعيده انه اكون بين اهلي وناسي، بابل الحضارة، بابل التاريخ. أكيد هذا اليوم هو يوم سعيد إلي، وأيضا أحب أشكر المصور هيثم الدفاعي أيضا حضر وياي من الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله هذا السيدي راح يكون أيضا نعرضه في الأمم المتحدة. أتمنى أنه نتواصل بالتعاون، نقطة مهمة جدا وإيجابية أنه أريد طريقة عمل للتواصل مع أبناء بابل. يعني عندنا 12 مليون، عندنا أمراض 200 حالة، بعدها 200 حالة ثلاسيميا، لكن ما أعرف التعامل المباشر راح يكون مع المحافظ، راح يكون مع أعضاء مجلس المحافظة، راح يكون مع المنظمات، راح يكون مع الناس المعنية. أريد أتمنى أنه نجد آلية عمل حتى تقدرون أن تساعدون محافظة بابل، وهي محافظتكم أكيد ومحافظتنا. فأتمنى أنه من أنهي هذه الكلمة أنه نجد طريقة عمل حتى نتعاون بها، وشكرا جزيلا. إذا شكرا ست هيفاء وجزيل الشكر. الآن أكيد نتوجه حتى نستلم أو تستلم ست هيفاء. الدكتور هيثم الجبوري، وتحية إلى ست هيفاء الحسيني. ايضا من خلال الابداع والتاثير تستحق الاعلاميه من خالد الحسين بهذه الكلمه. وايضا هديه او درع مؤسسه الجواهر للثقافه والاعلام. الشاهين هيفاء الحسيني، عمامة السلام من النجف والموصل والعراق. الآن يتفضل الأستاذ منيف الزيتي لحديث سابقة الجوائز لتسليم الشهادة التقديرية من إعلام مؤسسة الجوائز الإعلامية هيفاء الحسيني. الآن يتفضل الأستاذ فراس العربي لتسليم الشهادة التقديرية من مؤسسة الأقلام الثقافية. نعم، أيضا يتفضل
يعني ناظر ليقدم هدية لنقابة الصحفيين فرق رابع الإعلامية لفارس. يتفضل الآن الأستاذ عباس العامي لتقديم هدية البيت الثقافي لفارس. عاش العراق! هذا العراق! عاش العراق! الدكتور هيثم الجبوري، وتحية من رئيس الكفاءة الدكتور علي الدباغ إلى هيفاء. يتفضل الآن الأستاذ صلاح اللباني لتقديم هدية جمعية الثروة الإعلامية للتعليم. يا مبدع، يا متألقة، يا بنت العراق، والله بليل. باقت ورد معطرة من طبيبات بابل تقدمها الطبيبة الدكتورة سامة محمد الشوف الإعلامية للفرق. يتفضل الآن الزميل الإعلامي علاء الجراء لتقديم هدية القناة العراقية. الزميلة الإعلامية نبأ القاضي تتفضل لتقديم هدية القناة الريحاء للزميلة العراقية هيفاء. أيضا يتفضل الزميل الإعلامي جواد الشمري لتقديم شهادة تقديرية مقدمة من مكتب قناة الحرية الإعلامية هيفاء المصري. أيضا يتفضل الإعلامي والزميل فاضل العاوي مدير مكتب فاضل الإعلامي لتقديم شهادة تقديرية للزميل هيفاء المصري. من وكالة فوز ميديا ليلى للإعلام الإعلامية نبيلة جميلة تتفضل في تسليم الهدية إلى أو شهادة تقديرية إلى زميلة هيفاء المصري. سلام هيفاء! سلام هيفاء! نعم هلا دكتور هيثم الجبوري تسلية المدير الإعلام وسط الجواب يتفضل في تقديم هدية الدكتور. أيضا يتفضل الزميل الأخير الطائي لتقديم هدية مكتب قناة الدكتور هيثم الجبوري للإعلامية الفرنسية. أخيرا لا يسعنا إلا أن نقول لإبقاء التواصل والمحبة مع الجسد العراقي بالرغم من غربتها وابتعادها القسري عن الوطن وما دفعته من ضريبة قاسية كثمن للكلمة الحرة ما زادها إصرارا على المضي قدما في الطريق الذي اختارته كونها ممن يؤمنون بمقولة نحن من العراق وإليه ومهما أبعدتنا المسافات عنه يبقى في قلوبنا وأحداق عيوننا. كل التقدير والاحترام للإعلامية هيفاء الحسيني وكل الشكر لحضورها لهذا الملتقى وأيضا كل التبريكات والتهاني لاختيارها وإضافة لقب آخر لألقابها والتي هي في غنى عنها في الحقيقة. إذن أمنياتنا لها بالمزيد من العطاء والإبداع في عملها والمزيد لخدمة العراق وأيضا كل الشكر والتقدير لكل الحضور ولكل السادة المسؤولين وبالذات الأستاذ هيثم الجبوري على رعايته لهذا الحفل التكريمي ولمؤسسة الجواهر وأيضا لكل القائمين على المشهد الثقافي في الحلة. شكرا لكل السادة الحضور وحياكم الله.